علامة السجود. لماذا لا تظهر علامة السجود على جبين المرأة وتظهر على جبين الرجل؟ يتمنى الكثير من المصلين من المسلمين والمسلمات في مختلف بقاع ودول العالم أن تظهر علامة السجود في جباههم، نظرا لكونها تدل في معظم الأوقات على صلاح صاحبها ومواظبته على إقامة الصلاة. وعادة ما نلاحظ ظهور تلك العلامة على جباه الرجال دون النساء، فبينما كل من المرأة والرجل يصليان، وقد تطيل المرأة الصلاة في بعض الأحيان أكثر من الرجل، إلا أن تلك العلامة المميزة لا تظهر في جبينها في حين تظهر لدى الرجال، مما يدعو الكثيرون للتساؤل لماذا لا تظهر علامة السجود على جبين المرأة. تكثر التفاسير والأقوال التي تفسر ظهور علامة السجود، ففيما يقول البعض أن ذلك يحدث نتيجة مباشرة الرجال مباشرة كاملة خلال السجود، فيبدو ذلك واضحا أكثر لديه، خاصة إذا علمنا أننا نقوم بالسجود في اليوم والليلة 34 مرة في الصلوات الخمس المفروضة، قد تزيد بالسنن الراتبة وقيام الليل إلى ما شاء الله، ومع كل سجدة تلامس الجبهة الأرض وتحتك بها ينتج من هذا الاحتكاك المستمر شيئان: تصلب في الجلد وتغير في لونه، وخاصة في منطقة الجبهة، ويبدو ذلك أكثر عند الرجل بعكس المرأة، فهي تصلي في مصلى وهي تسجد والحجاب يغطي جبهتها عكس الرجل الذي لا يغطي جبهته أي شيء، لذا لا يكون لديها هناك أثر للسجود. فيما يرجع مصدر آخر السر وراء ذلك إلى كون العديد من النساء يرغبن في الحصول بدورهن على علامة السجود في جباههن، وذلك لكون العديد من العلماء قد فسروا بأنها هي المقصودة من خلال الآية سيماهم في وجوههم من أثر السجود، وهذه خاصة بيوم القيامة يوم تشرق وجوههم وتبيض وتتميز بعلامة تدل على أنهم كانوا في الدنيا من المصلين الساجدين. وهناك رأي آخر فسر هذه الظاهرة بأن علامة الصلاة عند المرأة تختلف عن علامة الرجل، فمثلا لا تظهر بقعة سوداء عند المرأة، فقد تبدو آثار أعمق بعض الشيء في الجبهة عن الباقي. بينما يرجع البعض السر وراء ظهور علامة السجود عند الرجال بكثرة لأنهم أثقل وزنا، والمعروف أن كتفي الرجال أعرض وأثقل من كتفي النساء، وبالتالي الثقل على الجبهة عندهم أكثر من النساء، والضغط على الجبهة يكون أكبر، ولأدائهم الصلاة على أسطح خشنة تتكون عندهم تلك العلامة. في حين يؤكد البعض على أن عدم ظهور علامات السجود في جباه النساء من رحمة الله سبحانه وتعالى، لأن النساء بطبيعتهن يهتممن كثيرا بجمالهن وخصوصا الوجه، فإذا ظهرت علامة الصلاة في الوجه فقد تزعج بعض النساء، ولكنها قد تظهر في مناطق أخرى. كذلك هنالك من يرجع ظهور علامة السجود إلى اختلاف الأسطح التي يسجد عليها المصلون، فمنهم من يسجد على سجاد أملس، ومنهم من يسجد على رخام، ومنهم من يسجد على رمل أو حصى، وبالتالي كلما زادت خشونة السطح كان ذلك أدعى لظهور هذه العلامة على الجبهة، حيث يتعامل الجسم مع ذلك كمؤثر خارجي ضار، فتقوم الطبقة القرنية من البشر بانقسامات متتالية لتزيد من سمكها الطبيعي حماية للجسم، فتظهر تلك العلامة. ورغم كل تلك الآراء، يبقى التفسير الأكثر واقعية وقربا للمنطق والعقل هو أن ظهور علامة السجود عند الرجال بسرعة يعود إلى نوعية البشرة واختلافها بينهما، فبشرة الرجل صلبة وقوية، واحتكاكها المتواصل عند السجود في تأدية الصلاة يكون احتكاكا قويا، مما يؤدي إلى ظهور علامة السجود على جبين الرجل عند تكرار هذه العملية. أما بشرة المرأة فتتميز بأنها أكثر نعومة من الرجل، حيث تتكون من العديد من المواد الدهنية التي تجعل بشرتها مختلفة عن الرجل، لذا فاحتكاك المرأة مع الأرض عند السجود لا يكون قويا عكس الرجل، لذا لا يكون لديها هناك أثر للسجود.